مره تانية. طيب دلوقتي هنشوف حكايه بنت تانية اسمها ايه؟ اسمها فاتن. فاتن بنت مصريه جدعه اصيله جدا. قررت زيها زي اي حد غيرها ان هي تعتمد على نفسها وتشتغل من بيتها. فاتن بتعمل ايه؟ فاتن بتعمل او بتصنع الكاندلز او الشمع ده في البيت وتبيعه بقى للمحلات التجار وكمان بتبيعه اونلاين. تعالوا نشوف فاتن بتعمل الشمع ده ازاي ونرجع لكم تاني. اسمي فاتن احمد، خرجت من اداب اعلام وعملت تمهيدي ماجستير اعلام في جامعه اسكندريه. بشتغل في الشمع ده بقالي حوالي 4 سنين ونص او اكتر شويه. الشمع جاب بالصدفه، دخولي فيه اصلا المجال كله كان بالصدفه، كان 2013 تحديدا 3/2/2013. اشتغلت في الشمع ده شمعتين يمكن محدش يرضى كان يبص لهم اصلا، بس صحابي على الفيسبوك ابتدوا يشيروا لي الحاجات دي على اساس ان هم كانوا منبهرين بالفكره، ما كانتش موجوده كتير وما كانتش معروفه غير بره بشكل كبير، وحتى كمان ما كانتش بتيجي من بره، يعني ما كانش في استيراد وقتها. الشمع بالنسبه لي حاجه غريبه، يعني ما كنتش متخيله انه ممكن من مجرد شمعه بنورها في البيت وخلاص وبعدي من جنبها. اسمي فاتن احمد، خرجت من اداب اعلام وعملت تمهيدي ماجستير اعلام في جامعه اسكندريه. بشتغل في الشمع ده مش مجدي قوي، انما انا بسوق اونلاين، بيبقى بالنسبه لي محافظات مصر كلها وكمان مصدر بره، يعني جات لي اكتر من فرصه ان انا اصدر لاكتر من دوله عربيه واجنبيه. طب انا الشمع عملت منه اشكال كتير قوي، منها مثلا زي دي شمعة الخطوبة، بتغير لون الفستان ده على حسب ما العروسة تبقى عايزة، يعني ممكن يبقى بأي لون هي عايزاه حسب لون فستان الخطوبة. نفس الحكاية هنا شمعة الفرح بنفس الطريقة برضو بتتغير على حسب لون فستان الخطوبة وطبعا العريس. هما دول الستات البنات الجمال المحترمات جدا اللي بتقدر انها تشتغل، تقدر انها تعتمد على نفسها، عشان الناس يقول لك لا اصل الستات ما بيعملوش حاجه، لا هي فاتن بتعمل وهي في بيتها، والحاجات كمان زي ما بنقول وصلت لبره، بتصدر كمان بره. والله بجد اكبر تحيه ليكي يا فاتن، وربنا يكرمك وكل البنات والشباب طبعا يبقوا زيك.